خد بالك نفس المنهج نفس المنطق سيتكرر في كل مراحل التحالف بين الإخوان والسلطات الحكومات من الملكية إلى الجمهورية، نفس اللعبة بنفس القواعد هي نفسها اللي اتزرعت في أصل الجماعة، من تعاون مع الإنجليز لتعاون مع الأمريكان في عز مواجهة الشعب والبلد للإنجليز المحتلين، يطلع لك الإخوان يقولوا لك الخلافة والأخلاق. في عز مواجهة الشعب والبلد للاحتلال الإسرائيلي يطلع الإخوان يقول لك الحجاب والنقاب، عايزين نحرر فلسطين فيفجرون بيوت ومحلات اليهود المصريين هنا في مصر. طب عايزين نحرر سيناء فيقول لك الجهاد في أفغانستان. هذه مهمة الجماعة. إذن وكن حكما علي، هل أتحامل على هذه الجماعة وأتعصب ضدها وألصق فيها ما ليس بها، أم هو كلام تاريخي ليس فيه حب ولا كراهية؟ كمل معايا، نمضي معا لأصل الجماعة لما بدأت الدولة المصرية الملكية في نهاية العشرينيات تشجع تكوين الجمعيات الإسلامية ودعمتها ماليا، أمنتها خصوصا في مناطق العمال، وكده بيشهد المجتمع المصري لأول مرة انتشار الجمعيات والمجلات الإسلامية الصغيرة في مختلف أنحاء القطر المصري وعلى وجه الخصوص في صفوف العمال. استهدفت الجمعيات الإسلامية استقطاب العناصر الشاب وإقناعها بأنهم يحيون حياة غير إسلامية وأن الله لن يرضى عنهم، وركزوا على مهاجمة الاشتراكية وأشاعوا أنها قرين الشيوعية التي هي موافقة للكفر بالله. وظهرت جمعية أنصار السنة المحمدية سنة كام؟ 1926، وقبلها كانت الجمعية الشرعية، ثم جمعية شبان المسلمين 1927، وجمعية الحضارة سنة 26. وخد بالك بقى الجمعية دي أسسها ورئيسها مين؟ عبد الرحمن السعادي، عبد الرحمن البنا، شقيق حسن السعادي اللي هو حسن البنا، وأسسها عبد الرحمن أخوه وسط عمال السكة الحديد حيث كان يعمل، وكمان جمعية جمعية الهداية الإسلامية وجمعية مكارم الأخلاق وجمعية الدعوة والإرشاد وجمعية علماء الأزهر وغيرها من الجمعيات اللي كانت بمثابة خط دفاع عن الملكية والإنجليز وهجوم على الوفد وضد الاتجاه اليساري. وسط هذا كله أين كان حسن الساعاتي الذي سيصبح فيما بعد حسن البنا؟ وماذا كان موقفه تصرفه موقعه أهميته؟ وإزاي بعد عامين أو أقل من هذه الوقائع الكبيرة يظهر شاب كان نكرة ليصنع جماعة صارت أخطر جماعة دينية في التاريخ الحديث؟ كادت هذه الجماعة التي ظهرت في التاريخ أن تقضي على مستقبلنا. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.